سيد كمال الدين القن، كانت لك تجربة في المجال تسيير بلدية مسعد كرئيس المجلس الشعبي البلدي، في أي عهدة وكيف كانت، ماذا استفدت من 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 رئاسة البلدية وكيف كانت العهدة؟ بالنسبة في الانتخابات التحقت برئاسة المجلس الشعبي البلدي عن طريق انتخابات أكتوبر 2002 لغاية أكتوبر 2007. كانت تقريبا فترة هادئة كباقي بعض الفترات المجال الشعبي البلدي، رغم أن كانت هناك بعض الصعوبات من ناحية الميزانية، من ناحية العجز الميزاني، من ناحية تأطير الإدارة بحد ذاتها، نقص التجربة لبعض الموظفين. في الحق ما هي حسب تجربتك لرئاسة البلدية، ما هي المواصفات التي تكون في رئيس البلدية لكي ينجح في تسيير البلدية؟ أهم المواصفات الإخلاص، الصبر، التفاني في العمل، نزع حب الذات، لازم ما يكونش يكون الناس كل، مش لفئة معينة، هذه تقريبا نفس، لازم التجربة بحد ذاتها، تجربة خاصة في العمل الإداري. أنت عملت كرئيس البلدية وكان العدد في المجلس 15 عضو، اليوم 33 عضو. هل 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 من الممكن أن تنجح بلدية ب 33 عضو؟ هل رئيس البلدية يستطيع أن يسير 33 عضو من مختلف الأحزاب؟ فيها الميزة الوحيدة أنه يمكن 33 عضو من مختلف الأحزاب، قال ديمقراطية تشاركية، معناها أكبر عدد من المواطنين، يعني يقدروا يلتحقوا بالعمل السياسي. بلدية مسعد دائما نتغنى بالماضي، ودائما كنعودوا نتحاور ونجلس نتمناو أن يقود مسعد أو يسير مسعد رجل كشيب تجاني الله يرحمه، ودائما نعود إلى الماضي ونقول شيب تجاني الله يرحمه، سي طاهر الله يرحمه، الشيخ بالخير الله يرحمه، طه المير الله يرحمه، هؤلاء فعلا كانوا رجال. حتى وربما يقول لك هذوك راهم كان العدد قليل تاع السكان. هل انت ترى باللي مير بلديه حتى يعود العدد كبير ما يعودش فعلا مير واقف؟ المرحلة اللي فاتت الشيب تجاني الله يرحمه، لحمان الله يرحمه، الطاهر المير الله يرحمه، النوعية تاع السكان ماشي هذه النوعية، كانت رغم الإمكانيات الضئيلة كانت عندهم إرادة، كانت الإدارة واقفة، كانت الدولة واقفة. أما الآن تعدد الأحزاب، مش نقص الموارد كاينة، إشكالية في النوعية
تاع الانسان، النوعيه تاع الانسان في ذاك ذاك العهد، مش كما النوعيه تاع الانسان كي تقول لي نوعيه الانسان ونوعيه المواطن، ما الشيء الذي تغير؟ المسعدي هو المسعدي، ما جاش مواطن من خارج المدينه، مسعدي مسعدي. كانت هناك قوانين تحكم اسمها صرامه القوانين، كانت الاحترام تاع القوانين. اليوم ما كانش المواطن لو كان عشان يصلح يحطها برا يقوم بها الشارع يكسر يطيح البناء ويحطوها برا، ما كانش هذا، ما كانش اول وزع الوازع الاخلاقي والوازع الديني، ما كانش فكري كاين، خوف ربي كاين، خوف من العبد كاين، خوف من السلطان كاين. اليوم قليل هذا.